الأمر. أنت أدخلتنا إلى الفكرة نفسها، الحكم الشرعي حول الفكرة. طب شرعيا كيف يفتى في مثل هذه الفكرة كفكرة مبدئيا، فكرة جمع الأديان وإزالة الفروقات أو محاولة الاستمساك بما يجمع الأديان، هل هو يتوافق مع الشرع؟ أنت قلت الآن النبي محمد صلى الله عليه وسلم أن هذا الدين يؤخذ كله. النبي محمد صلى الله عليه وسلم عندما كان في بداية الدعوة يريد عرض الدين على القبائل، من كان يريد يقبل الدين إلا جزء يرفض، مع أنه كان مستضعف. يعني الخلفية التاريخية والشرعية للإسلام تقبل مثل هذه الفكرة أو لا؟ يعني طبعا نحن نحيل هذا الأمر إلى أئمة الإسلام وعلماء الإسلام، وحتى من المستغرب وحيث ذكرت هذا أن الإمام الطيب، إمام أحمد الطيب شيخ الأزهر، وهو الذي سمي على اسمه المسجد في هذا المجمع، رفض هذه الفكرة ووصفها بالعبث، وتحدث في شأنها بكلام شديد ينكر عليها. نقول بعضه. نعم. أكد الشيخ الأزهر يقول عن الديانة الإبراهيمية هي مثل دعوة العولمة ونهاية التاريخ والأخلاق العالمية وغيرها، وإن كانت تبدو في ظاهرها أو في ظاهر أمرها أنها دعوة إلى الاجتماع الإنساني وتوحيدي والقضاء على أسباب نزاعاتي وصراعاتي، إلا هي في نفسها دعوة إلى مصادرة أغلى ما يمتلكه بني الإنسان، وهو حرية الاعتقاد وحرية الإيمان وحرية الاختيار، وكل ذلك مما ضمنته الأديان وأكدت عليه في نصوص صريحة وواضحة. ثم إنها دعوة فيها من أضغاث الأحلام أضعاف ما فيها من الإدراك الصحيح لحقائق الأمور وطبائعها وعقائد الأديان، إلى آخر من الكلام. نعم. لكن هذا استقطاب. في هناك أيضا فتوى أخرى للجنة الإفتاء بالسعودية والمملكة العربية السعودية، ذهبت إلى أن من يدعو إلى مثل هذه الفكرة فقد كفر كفرا بواحا. علماء الشيخ مصطفى العدوي، يعني كبار علماء المسلمين، كلهم أجمعوا على أن صاحب هذه الفكرة ومن يروج لها ومن يدعو لها هو خرج من الإسلام بكفر بواح. فهذه هي لم يختلف في ذلك أحد، لم يختلف في ذلك، وهم أصحاب الفكرة لم يجرؤوا أن يطرحوها كفكرة تمس الأديان والتشريعات، لم يجرؤوا على ذلك، ولذلك غلفوها بالغلاف السياسي فقط، ولكنهم يبتعدون تماما وينفون تماما بصريح القول أن هذا الأمر يؤدي إلى ذلك. هم يعلمون أن هذا الأمر لا يمكن أن يقبل ولا يكون به عاقل قبل أن نحكم عليه من ناحية الشرع، فهو من ناحية العقل لا يمكن أن يقول. حضرتك ذكرت تاريخيا عندما نزل الإسلام، هل نزل الإسلام ولم يكن هناك يهودية أو نصرانية؟ كانت موجودة أديان سابقة أو شرائع سابقة لشرعة الإسلام. ما الذي أمر الله عز وجل به رسوله صلى الله عليه وسلم؟ هل أمره أن يجمع كل هؤلاء في يعني بوتقة كده توليفة يجلس مع النصارى فيقول ماذا لديكم، ائتونا ببعض ما عندكم، ويجلس مع اليهود ونأخذ جزء هذا من عندكم ونؤلف شيئا جديدا وكلنا نعبد الله على أساسه؟ هل حدث هذا؟ لا يقول بذلك يعني أحد. فلماذا لم، إذا كان هذا صحيح الذي يدعون إليه اليوم أو يدعو إليه البعض من خلف ستار اليوم، إذا كان هذا صحيح أو ممكن أن يحدث، فلماذا لم يفعله الرسول صلى الله عليه وسلم وهو الذي ينزل عليه الوحي؟ لماذا لم يوحه له المولى عز وجل فيقول له جمع بين هؤلاء، بين أتباع الديانات التي سبقت الإسلام ودين الإسلام في شيء جديد، اخترعوه أنت ودع بعض ما أنزل إليك وخذ بعضه وألف شيئا جديدا واطلق عليه الديانة الإبراهيمية أو ما إلى ذلك. وكأن أمور العقيدة، تريد أن تقول حضرتك أن أمور العقيدة فيها من الحدية ما لا يمكن أن يتم تجاوزه؟ هو ليس مسح على الجورب مثلا، ليس مثال. أمور فقهية، ليس نسبية، يعني ليست مسألة ما، هذه أمور عقائدية ليس فيها يعني رأي ورأي الآخر، إما أن تأخذ بالعقيدة وإما أنك لست على هذه العقيدة. هذه أمور ليست أمور اجتهادية أو ما إلى ذلك، ولكن أمور محكمة ثابتة نصا وتأويلا، لا يمكن أن يكون فيها أو يقبل فيها آراء مختلفة. طيب.